أيها الأخوة، بناتي وبنات وأبنائي الأعزاء، فخرت الشبيبة الجزائرية اللي هي بمثابة أحسن خلف لأحسن سلف، والذي يربطنا بفلسطين والشهداء. هي في حقيقة الأمر شيء عظيم، شيء وجداني، شيء اللي هو في حقيقة الأمر أمر من السماء ومجد وخلود الشهداء. شهداء جزائر الشهداء وجزائر فلسطين في خندق واحد اليوم، اليوم بارح واليوم وغدا. وعلى هذه الشبيبة تستوعب الدرس وتجتهد كما احنا جيل مجاهدين المقاومين كنا دائما نقولوا، خرجنا من الجهاد الأصغر ودخلنا للجهاد الأكبر، ألا وهو جهادكم أنتم في العلوم، في التكنولوجيا، في التقدم، في أن نكونوا أقوياء هذه الأمم، حتى لا يطمع بينا، حتى لا يطمع بينا العدو نتاع البارح وانت عدوك وانت غدا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وعليه شبابنا احفادنا واولادنا كلهم فداء، فداء الجزائر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.